والله عندما اتيت لاصور الفيديو وجدت 2000 دينار جزائري يا جماعه. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وسلسله حياه محرز. شو بتلفظ علينا سكت علينا. اذا يا جماعه شكرا على كامل الدعم خاصه في اخر فيديو. الدعم رائع، اكثر من 400 مشاهده يا جماعه. لا ادري لايكات، انا ما يهمني لايكات، ولكن اللي يهمني رضاكم وتعليقاتكم الأسطورية والحلوة يا جماعة. شكرا لكم. اللي ما مشترك في القناة مرحبا بك عبر الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. خلونا نصل إلى 150,000 مشترك يا جماعة. أتمنى منكم مشاركة القناة والفيديوهات مع أحبابكم، مع أصدقائكم، مع من تحبون يا جماعة. مشاهدة الفيديو الأخير يحفزني من أجل المزيد من الفيديوهات. في هذا الفيديو عدنا ان شاء الله كأس النخبة الآسيوية ضد برشلونة. اذا فزنا على برشلونة راح نصعد الى النهائي، ثم عدنا مباراة نهائية ضد توتنهام في كأس الدرع الخيرية، وان شاء الله بداية الدورة الانجليزي الممتازة. يا سلام، النار تشعل من الناس تحمل ديرها في المونتاج. دعوني اضغطين عليكم، يلا بنا لتس جو. اذا في افتتاح هذا الفيديو عدنا مباراة ضد برشلونة يا جماعة، سيتي ضد برشلونة، مباراة قوية ونارية جدا في كأس النخبة الآسيوية. يلا ليتس جو فلندخل للمباراة مباشرة. مشاهدينا الكرام اينما كنتم مرحبا بكم في مباراة اليوم بين مانشستر سيتي وبرشلونة. اوكي راح نشوفوا مهام المدرب بيب غوارديولا، ماذا يطلب منا؟ تسديدة على المرمى، تسديدتين جنبوا الخسارة، وتقييم 7.5، مهام سهلة ايزي بيزي. يلا بسم الله. يلا دي بروين في الدقيقة الرابعة من عمر هذه المباراة. سبرر محرز، يا الله هزت هذا يا ستيرلينغ. اوكي انا ما طلبت الكرة، لا تحقيدوا على ستيرلينغ المسكين، زعلان غوارديولا زعلان. يتناقلون الكرات بخفة بسرعة، سدد. الله يا الله، والله ضغط على وصلت الى كوتينيو. كرة الجول، تسلل محرز جول. يا سلام، رياض يجلد برشلونة. نعسوني برشلونة. الله تسديدة رانكي ديونغ. محرز، الله 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 الله. اولالا 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 تسديده جول 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 جول. رياض محرز يجلد برشلونة من جديد، الحمد لله. رياض محرز كرة، مستر اسيست فريمد رياض محرز. يا سلام 4-0 للصلاح مانشستر سيتي. يا سلام، شو رياض محرز يخادع الجميع ويمرر لكيفين دي بروين الذي اسكن في الشباك بكل قوة. كرة بعيدة. يوك دو يوك، اتقيأ من هذا اللعب. رياض اولا لا اولا لا يا رياض. اي 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 ونهاية الشوط الاول 4-0 لصالح مانشستر سيتي على برشلونة. كرة لوك ديونغ، اي 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 وغونزاليز. اي سجلت برشلونة، فرحانين يا جماعة، خسرانين 4-1 وفرحانين. مين والله مين سجل لوك ديون؟ اتقيأ منه.
التبديل بخروج اللاعب كيفن دي برو. هاري هاي يا 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 بعد احتساب كرة. يا الله 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 جول جول جول. ندمت على المخالفة لأني ما نفذتها، ولكن الحمد لله عسى أتكره شيئا وهو خير لكم يا جماعة. فزت بهذا الهدف يا جماعة، سجلت الهاتريك يا جماعة. راي رياض 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 رياض. الله الله يا الله. هذه كرة خطيرة. جول جذب برشلونة يا جماعة. كرة اي 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 وضيع فيران توريس. غوارديولا غاضب جدا. غوارديولا اوكي. نهاية هذه المباراة 6-1 لصالح مانشستر سيتي. هاتريك رياض محرز ثنائية دي بروين وهدف إيران توريس. رياض محرز افضل لاعب في هذه المباراة يا جماعة الخير. هاتريك واسيستان، الله اعلم 2 اسيست ولا. اوكي غوارديولا راضي علي تمام تمام الرضا. شوفوا فرحان يا جماعة، فرحان كثير. اوكي يا جماعة، اليوم عندنا مباراة النهائية في كأس النخبة الآسيوية بين بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي. لهذا يلا بينا فلنبدأ هذه المباراة. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في مباراة اليوم بين بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي في نهائي كأس النخبة الآسيوية. اوكي، مهام المباراة: سجل مليقل عن هدف من خارج منطقة الجزاء، تجنب الخسارة وتنقيط 7.5 من 10. يلا بسم الله. يلا كرة افتتاح مجال التسجيل. ستيرلينغ يسجل بهذه السهولة في مرمى دورتموند. هالاند، بلينغهام، وإيدرسون. إيدرسون يبعد كرة. يي هالاند، إيردينغ هولاند. رياض ضعيفة. إيردينغ هولاند. يي تسلل تسلل تسلل. جيسوس جول 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 جول. رياض اي كانت من داخل منطقة الجزاء. رياض اي سدد. اي تسلل. ونهاية الشوط الأول 2-0. للأسف شديد ما سددنا ما سجلنا هدف. رياض والله ما حبت سدد. رياض يا 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 رياض يا والله ما حبت. رياض رياض. اوكي ليفربول تعاقد مع لاوتارو مارتينيز. باقي 30 دقيقة وما سجلنا ولا هدف من خارج منطقة الجزاء. كرة إيدرسون مورايش. هالاند هالاند الدبابة. سدد اللاعب والكرة مع بعض. محرز الله 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 جول من خارج منطقة الجزاء. وفينا
بالعهد وفينا وكفينا. توز دود هدف عالمي من هالاند. هالاند الدبابة. هالاند 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 الله 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 جول. راحت الضفدع. ونهاية المباراة يا جماعة الخير، فزنا بكأس النخبة الآسيوية والتتويج بهذا اللقب. الحمد لله الحمد لله توجنا بهذا اللقب عن جدارة واستحقاق. الحمد لله مانشستر سيتي بطل لكأس النخبة الآسيوية. وي 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 تشامبيوني تشامبيوني وي وي وي. وين يتقدم دي بروين من اجل رفع كأس بطولة النخبة الآسيوية. احتفالات عارمة بفوز السيتي بكأس النخبة الآسيوية، بطولة ودية بالطبع. اوكي يا جماعة، بعدما انهينا بطولة كأس النخبة الآسيوية الودية وفزنا باللقب على حساب دورتموند، الان نهائي اخر يا جماعة، بداية حصد الالقاب يا جماعة. اليوم عندنا مباراة ليستر سيتي يا جماعة، ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية. يلا بينا على تجو. واو، اجواء رهيبة. مباراة كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي ستاديوم بين السيتي وليستر سيتي يا جماعة. اوكي، فلنشاهد ماذا يقول بيب غوارديولا. نفذ تمريرة حاسمة او في هدف، في هدف واحد، تجنب الخسارة، تقييم 9. كورة. كورة. يو وضيع برندن روجرز. رياض يخطف ريوض. والله الله يا الله. بكل اريحيه بعد فشل بعد الكره. ولولو هذه كوره خطيره جيمي فاردي والقائم. والله الحارس سيدر سومريش. كرة خطيرة لليستر سيتي والدفاع يتدخل. ضغط مستمر، تبادل الكرات، محاولة لإيجاد فرصة، كرة جول جول جول. يا الله حرمني من الأسيست المطلوب. هذه كرة والدفاع يتدخل. ها حكم خلي الهجمة مرتدة يا. شوف لحظة واسم الله عليك. تسديد كرة. اي تبدل كرة جيد من مانشستر سيتي، لكن رياض. اوف نعم إنه الكابتن رياض ماريز. التنقيط ليس جيد، التنقيط ليس جيد. يا تقدم وسدد حرمتني من الهدف. ونهاية هذه المباراة يا جماعة الخير، فزنا باللقب كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي، ثاني تتويج على التوالي يا جماعة. مبروك لنا التتويج بلقب كأس الدرع الخيرية، مانشستر سيتي بطلا لدرع
كأس الدرعية الخارجية لافتتاح الموسم ببطولتين، واحدة ودية والأخرى رسمية يا جماعة. لحظات تتويج نادي مانشستر سيتي بكأس الدرعية الخارجية، كيفين دي بروين يرفع الدرع اوكي يا جماعة، لم نحقق المطلوب ولكن حققنا بطولتين متتاليتين. اوكي يا جماعة، بداية الدور الانجليزي الممتاز بقمة كروية رائعة جدا بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في مباراة اليوم، افتتاح الدور الانجليزي الممتاز بقمة كروية هائلة جدا بين السيتي، مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير. الآن لنرى المهام المطلوبة لرياض محرز من قبل بيب غوارديولا، تجنب الخسارة، سجل هدف على الأقل، 8.5 تقييم هذه المباراة. يلا بسم الله، توكلنا على الله، بسم الله. رياض، محرز يا الله، وضعها وين يسكن الشيطان، وين يسكن ابليس لعنه الله. شوف 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 الله 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 الله. محرز، يا 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 حرز، ملك الفوز. كرة راح تأتي إلينا، تعال يا كرة. لا تعليق ممتاز، افضل من حافظ دراجي ورؤوف خليف. اوه حكم، كرة اي 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 محرز، اي 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 هاري كين، اول فرصة خطيرة لتوتنهام. كرة نهاية الشوط الأول، 1-0 لصالح مانشستر سيتي، هدف رياض محرز في الدقيقة 6 من عمر هذه المباراة. رياض رياض، يو 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 يلا ستيرلينغ ستيرلينغ اجلد قطع منشر سلام كرة ادرسوا مرايش واندريا كونتي. كرة جول 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 جول. ونهاية هذه المباراة يا جماعة الخير بفوز السيتي على توتنهام 3-0 على ملعب توتنهام. بالطبع محرز سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، قدم أداء وبداية دوري ممتازة يا جماعة، أفضل لاعب في هذه المباراة، لبلا أفضل لاعب في هذه الجولة. أوكي، بيب غوارديولا راضي علي تمام الرضا، كل المهام أديتها بامتياز. أوكي، أخبار إي رياض محرز يسجل هدفين في الفوز الذي حققه مانشستر سيتي على سبيرز. إذا إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى الفيديو عجبكم. ان شاء الله ينال اعجابكم، ان شاء الله نسبه كبيره منكم تشوف هذا الفيديو للاخير وتدعمنا باللايك وتشارك هذا الفيديو مع اصدقائكم مع احبابكم. شكرا لمن شاهد الفيديو الاخير، شكرا لمن يدعمنا بتعليقات او بلايكات. ربي يحفظكم، ربي ينوركم، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. اعطونا افكاركم وارائكم في قسم التعليقات يا جماعه. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، اعتنوا بانفسكم جيدا، السلام عليكم.